يا أهلا وسهلا. في ظل تحول التلفزيون التقليدي لشيء من الماضي، ومرور فترة من الزمن صار فيها مثل ثورة بالتحول للعالم السحابي، واللي بدوره أدى لظهور منصات بث المحتوى مثل نتفليكس وشاهد وغيرهم، واللي أعطت الناس تحكم أكبر بكتير راحة بمتابعتهم للمحتوى عكس التيفي القديم واللي بيلزمك بشيء أهم من المحتوى نفسه ألا وهو التوقيت. ومع الوقت وزيادة سرعة الانترنت وصلت الشاشات الذكية حرفيا لمستوى انها تغنيك بشكل كامل عن الديجيتال او ريسيفر ابرة الاستقبال حسب شو بتسميها عندك، وصار فيك تعتمد بشكل كامل على المحتوى السحابي. ولكن بحال كان عندك تلفزيون او شاشة من الطراز القديم عادية وليست سمارت، هل هالشي بيعني انه ما راح تقدر تستمتع بالمميزات تبع الشاشات الذكية؟ واقعيا لا، وتحديدا فيديو اليوم عن هذا الموضوع مع واحد من افضل الخيارات الاقتصاديه لتحويل شاشتك مو لمجرد شاشه ذكيه بالمفهوم القديم، وانما لشاشه بمميزات قد تقترب للابتوب خفيف. فانا عدنان دلعين، وحديثا اليوم عن التي في او ما بعرف كيف تلفظ بي 500 واللي هو اندرويد تي في بوكس بمميزات وغيره. خلينا نبلش. أول شيء منبلش بالتصميم، واللي على غير العادة الشركة عطته اهتمام كبير، فالشكل فخم فعلا بيشبه إلى حد كبير الأبل تي في. كما أنه ضافوا له لمسة RGB أو شريط إضاءة على الأطراف، بإمكانك التحكم بلونه أو إيقافه من جوا النظام. بالنسبة للمنافس بقى فحدث ولا حرج، شو ما بدك موجود. فعندك كابل HDMI طبعا لتوصيل الجهاز بالشاشة، واللي بالمناسبة الجهاز بدعم تركيب شاشات تصل لدقة 6K. بقولت أكيد ما عندي شاشة بدقة 6K، ولكن جربته على شاشة البيت، هي أوكي سمارت ولكن على سبيل التجربة هي شاشة 4K، والجهاز كان شغال بدون أي مشاكل. عندك منفذ الإيثرنت لتوصيل كابل الإنترنت بالجهاز، أو بكل تأكيد الجهاز يدعم الواي فاي، ولكن حتى أكون صادق معك لاحظت إنه بحال كان الراوتر بعيد عن الجهاز، بعيد بمعنى يفصل بينهم أكثر من غرفتين، راح تلاحظ بطء بالإنترنت، ولكن بحال كان بنفس الغرفة أو الغرفة المجاورة فما راح يكون في أي مشاكل. عندك منافذ لكرت ذاكرة من نوع SD، وكذلك منفذين USB، واحد منهم USB 3، واحد منهم USB 2، بحال بدك توصل فلاش أو هارد تصفح ملفاتهم بشكل كامل عن طريق مدير ملفات أو حتى أي برنامج مدير ملفات خارج أنت بتنزله. أو كمان بإمكانك استخدام هاي المنافذ لتوصيل كيبورد أو ماوس وايرلس مثل ما عملت أنا، واللي بيسهل عملية استخدام الجهاز بشكل جدا كبير. انتهينا من الجسم من برا، فبندخل بالمواصفات. الشيء اللي عجبني جدا بهذا الجهاز انه مع انه سعره مو هالشيء الاوفر ابدا، الا انه بياتي بمواصفات جدا ممتازه. بحيث منك عن HDMI 2.1 يدعم حتى دقه 6K مثل ما حكينا، كذلك اندرويد 9 واللي هو شيء ممتاز، منك عن اندرويد باي، كذلك 4 جيجا بايت رام، 32 جيجا بايت ذاكره تخزين، ومعالج رباعي النواه بمعماريه 64 بت، واللي هي حرفيا مواصفات موبايل متوسط، فكونها موجوده بتي في بوكس هو شيء يحترم. ندخل بقى بالنظام نفسه ومميزاته. وهون التجربة كانت على شاشة PC عادية ليست TV أصلا، والجهاز كان شغال تمام. بالنسبة للتحكم فالجهاز يأتي مرفق معه داخل علبة ريموت كنترول، واللي بيمكنك من التنقل بين القوائم عن طريق الأزرار العادي، أو بحال كان البرنامج لا يدعم التحكم إلا عن طريق اللمس فبتفعل الكورسر تبع الماوس وتتحكم فيه عن طريق أزرار الجهاز بشكل عادي، فنوعا ما أمورك بالسليم. ولهذا السبب بنصحك تجيب ماوس لاسلكية سعره حاليا يدوب 2.5 دولار، فرح تريحك جدا بالاستخدام. بننتقل للواجهة، فعندك الإعدادات اللي مهم أول مرة تشغل فيها الجهاز، تفوت عليها وتربط بشبكة الواي فاي أولا، ومن ثم تفوت على الديفايس بيرفورمانس، وبعدها للديسبلاي أو الشاشة، وتفوت على الـ HDMI Output Mode لتتأكد أنك مختار دقة الشاشة الصحيحة حتى ما يصير معك مشاكل بعدين. وبالمناسبة هذا الجهاز يدعم اللغة العربية. عندك متجر تطبيقات جوجل بلاي اللي بامكانك من خلاله تنزيل اي برنامج بدك اياه، وبالنسبه للبرامج المثبته عليه مسبقا ففي منها شيء مميز فعلا. فبجانب البرامج الاساسيه مثل يوتيوب، نتفليكس، امازون برايم، عندك متجر مميز واللي هو الابتويد تي في، واللي حتلاقي داخله مجموعه مميزه من البرامج والالعاب، بل وكمان المحاكيات اللي بتشغل العاب البلاي ستيشن 1 و2 وبعض الالعاب من منصات ثانيه، ومجهزه بالكامل حتى تشتغل على شاشه التي في. اكيد اغلب هاي الالعاب تحتاج لماوس او كيبورد حتى تقدر تلعبها، ولكن بالآخر عندك إمكانية تشغيلها. عندك مجموعة من برامج ستريمينج مثل منصة بليكس وتويتش وغيرهم، وكل أموره شغالة تمام. هذا إضافة إنه هذا المتجر ما له بحاجة لحساب جيميل حتى يشتغل، فممكن يغنيك عن جوجل بلاي بشكل مؤقت. وعلى سيرة جوجل فالجهاز يأتي مثبت عليه مسبقا متصفح جوجل كروم وكذلك فايرفوكس، فبحال شرائك لكيبورد وماوس رح تقدر تتصفح الإنترنت من على الشاشة مثل PC. عندك برنامج اسمه ميراكاست واللي بمكنك من بث شاشة موبايلك وعرضها بشكل مباشر على شاشة التي في.
هلا في شغله ما عجبتني بالنظام انه بتحسه نوعا ما كئيب شوي، ما بحسك انه شيء حديث، ولكن انت عندك نقطه قوه جباره الا وهي نظام الاندرويد. فبكل بساطه بتفوت على متجر التطبيقات وبتحمل لانشر خارجي بتخصص شكله على كيفك، بل وانه بامكانك تحميل ويدجتس او اللي هي الاختصارات الخارجيه لاشكال ساعات او اي شيء بدك اياه واضافتهم للواجهه الرئيسيه. فاللي بنطلع منه بالنهاية انه فعلا صار لي زمان ما جربت تي في بوكس بهي القوة والمميزات بسعر نوعا ما معقول، بحيث عم نحكي عن 800 جنيه او ما يعادل 50 دولار، واللي بيخلي صفقة رابحة لأي حدا عنده شاشة او حتى تي في عادي وبده يحوله لشيء ذكي بميزانية نوعا ما معقولة وبمميزات تغلب على الضخم من الشاشات الذكية ذات الأنظمة الغير قابلة للتعديل. مثل عادة روابط افضل عروض شراء هذا المنتج موجودة بوصف اسفل الفيديو، عم اطلع عليهم وبس. ان شاء الله تكونوا استفدتوا واستمتعتوا، بكل تاكيد تابعوا الانستغرام وهمتكم معنا حتى نوصل لل 40,000 سبسكرايبر باي شيء بسيط، وبكل تاكيد جرس الاشعارات حتى نحسن وصول القناه. كما معكم عدنان دلعين، نلقاكم الاسبوع القادم.